السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وده الجزء الثاني من اللقاء السابع من مادة القانون الإدارة مع التعمق. وكنا بنتكلم عن الشرط الأول أن يتم الحبس الاحتياطي في إطار القواعد اللي بينص عليها قانون الإجراءات الجنائية. اتفضل دكتور محمد. لما قلنا ايه هي القواعد؟ قلنا ثلاث قواعد. هم ثلاث قواعد، اول حاجه الاستناد على امر ايداع او قبض صادر من جهه قضائيه مختصه، دي رقم واحد. رقم اثنين، يكون صادر عن اجراء تحقيق وليس ايه؟ نتيجه تلبس، حال تلبس. رقم ثلاثه، الحاج تنفيذ العقوبه صدر بها حكم من الجهه القضائيه. ونتكلم في الموضوع عن قضيه معينه اللي هي قضيه جان كلود. الراجل ده جاله حبس احتياطي، حبس غيابي. حبس غياب عارض في الحبس، لكن ما حضرش جلسه المعارضه. لما ما حضرش جلسه المعارضه ايه اللي حصل هنا؟ اجبر على تنفيذ الحكم، يبقى في الساعه دي دخل الحبس. وهو في الحبس، هو في الحبس استأنف الحكم اللي صادر ضده. المحكمه عملت ايه؟ الغت الحكم وبرئته. راح متقدم من لجنه التعويضات عن اضرار الحبس الاحتياطي وتوسع ايه؟ وراح قال لك ايه؟ ان هذا الحبس حبس مؤقت وحبس تأسفي. والمحكمة وقضته هنا ايه؟ قضت له بالتحقيق، قضت له بالتعويض. كويس؟ يبقى هنا الراجل ده خد تعويض، خد تعويض امتى؟ لما استأنف الحكم الصادر ضده أثر فطر إيداعه في السجن. لكن النقطة الأولانية اللي هو اللي فندم ما دخلش، ما حضرش المعارضة، طبعًا ما حضرش المعارضة، دخل السجن. دخل السجن عمل إيه تاني؟ عمل استئناف. الاستئناف اتقبل، أوكي، خد براءة، طلب بايه؟ بالتعويض بتاعه. وقلنا لسه من دقيقه واحده اللي يطلب التعويض يطلب ايه؟ اوتوماتيك، لازم يلحق نفسه ويصدر امر من نفسه او يقدم ورقه عشان يطلب التعويض. كويس؟ طب ماشي. طب النقطه الثانيه، الافراج كان تم نتيجه صدور ايه؟ الافراج تم نتيجه صدور ايه؟ امر بلغ وجه اقامه الدعوه او براءه المتهم. طب هنا صدر الافراج، افرج عن هذا المتهم ده كان محبوس احتياطيا وافرج عنه لاقامه الدعوه او البراءه. ده حكم من ايه؟ من محكمه الجنح او براءه نتيجه لحكم محكمه الجنايات، الاثنين. بس هنا لازم يكون الحكم ايه؟ نهائي. يعني صدر له حكم عشان يطلب تعويض، لازم يكون الحكم نهائي. لازم يكون الحكم هنا ايه؟ نهائي. بس ابدا هنا المتهم ماشي، مفيش دلائل. مفيش دلائل كافية ضد المتهم اللي يتحكم برأيه أو على القانون مثلا. يبقى هنا في سبب لتعويض المضروب. لأن هنا القانون لما اشترط إثبات براءة المتهم وتقييد التعويض. ماشي؟ فهنا مفيش فرق بين إيه؟ لا فرق بين يكون الحكم براءة المتهم أو الأمر بوجه لإقامة الدعوة الجنائية. مبنيا على ثبوت ايه؟ عدم وقوع الجريمه او عدم نسبتها اليه او عدم كفايه الادله. ما كل ده الحاجات دي كلها موجوده، عدم اثبات دليل وعدم وجود ادله وعدم كل ده بيطلع المتهم بريء. كويس؟ ادام طلع بريء يبقى من حقه هنا يعمل ايه؟ ياخد ان هو يطلب التعويض. كويس؟ طب نيجي نقطه ثانيه هنا. طب قدر هنا اقامه الدعوه بناء على ايه؟ مجرد الشك او كفايه ادله او الاخر او بل وجه اقامه الدعم او البراءه على اسباب قانونيه. ها؟ زي التقادم او العفو او الجنون او غير الاسباب القانونيه ترتب عليها صدور الامر او الحكم بعد ذلك. خلي بالك اللي هي التقادم او العفو او دي ايه؟ او غير ذلك، دي الاسباب من الاسباب القانونيه التي يترتب عليها صدور الامر او الحكم بعدم الادانه، بعدم العقوبه، بعدم الحاجات دي. طيب الضرر اللي اصاب المحبوس على اثنين بلغ الانسان. ثالث حاجه، ان يكون الضرر الذي اصاب المحبوس احتياطيا استثنائيا، خلي بالك الضرر هنا ايه؟ احتياطيا استثنائيا بلغ الانسان. ضرر جامد قوي هنا، الضرر اللي حصل جامد. طب القانون الفرنسي في 17 سنه 70 قال لك ايه؟ اساس التعويض قائم على اساس على ايه؟ فكره ايه؟ المسؤوليه غير الخطائيه او مسؤوليه على اساس المخاطر. هذا قال لك المسؤوليه هتقول ايه؟ على اساس المخاطر. لكن هنا ما اشترطش اثبات الخطا من جانب القاضي. القاضي غلط، القاضي غلط، انا ماليش دعوه، القاضي يغلط ما قالش المسؤوليه من ايه؟ من جانب الخطا بتاع القاضي نفسه. لا، ما اشترطش الشرع هنا قال لك التعويض
ما اشترطش اثبات الخطا من جانب القاضي اللي هو امر بالحبس الاحتياطي ده. يبقى هنا انا بطلب التعويض على هذا الكلام. ماشي؟ دي حاجه. في توافر ده الغير عادي مثلا يتميز بكونه استثنائيا بالغ الجسام، ده الايه؟ الضرر الغير عادي اللي هو بيكون استثنائي وبالغ الجسام. يبقى الشخص هنا اللي بيحبس احتياطي وبيتضرر من جزاء هذا الحبس كويس، وحبسه مؤقت، هل صحته بتيجي على الحبس وبيبقى واد زي الفل وزي القرد وزي الحصان في جوه الحبس؟ لا طبعا نو. ليه؟ لان هنا اولا صحته او مركزه بينزل، يقل سمعته، سمعته بتقل، مركزه الاجتماعي، كل ده بينزل في هذا النظام. هنا بقى في ضرر اصاب، بقى في هنا ضرر اصاب. ماشي؟ يبقى هنا مسؤوليه المخاطر بشانه ليس من المناسب ان يعوض المحبوس احتياطيا على كل الاضرار. قال لك لا ما تعوضش على كل ايه؟ الاضرار. امال ايه يا ريس؟ اعوض على ايه؟ كده. يبقى خطوره الحبس الاحتياطي والاضرار اللي هي الاستثنائيه او الجسامه البالغه، المشرع الفرنسي دخل هنا قال لك ايه؟ ألغى لزوم إثبات حصول ضرر غير عادي وذي جسامة خاصة بسبب الحبس المؤقت مقابل الحصول على التعويض. يعني كده معنى صح، حبس الاحتياطي في فرنسا، حبس الاحتياطي في فرنسا له تعويض مادي وأدب. في الآخر له تعويض مادي وأدب. حق المتهم في الحصول على التعويض عن الحبس المؤقت أساسيا، أساسيا، وليس مجرد إيه؟ حاجة متروكة كده تقدير هيئة القانون. لا انت راجل حبست احتياطي ماشي ومفيش دلائل كافيه، مفيش بتاع، كل ده يبقى ليك انت هنا ايه؟ ليك عمليه تعويض لانك انت ضررت من حبس الاحتياطي. كويس؟ يبقى انت تاخد تعويض ادبي وتعويض ايه في نفس الوقت؟ مش ادبي، لا تعويض ادبي وتعويض مادي. والادبي والمادي هنا الادبي بالنسبه لفرنسا عشان تبقى عارفين برضه، غير المادي، المادي ده معروف من الفلوس. الادبي في فرنسا بينشر التعويض في كذا جريده رسميه في المنطقه اللي انت حبست فيها، في المنطقه اللي انت خرجت منها، كل ده خلي بالك في خمس نقط عن التعويض الادبي الفرنسي، وبتنشر كل حاجه في جريده رسميه وكلام من انت، وبتطلب انت جريده بعد كده وكلام من ده. لكن المادي في فلوس، غير عكس ايه؟ عكس التعويض المصري اللي هو الادبي اللي هو جريدتين رسميتين وعن طريق النيابه العامه. ماشي؟ على حساب الدوله بمعنى صح. طب نيجي اخر حاجه، الضرر الذي اصاب المحبوس مؤقتا بسبب احدى الحالات التي قرر المشرع عدم التعويض عنه. في ضرر اصاب المحبوس احتياطي. ايه ضرر اصاب المحبوس احتياطي؟ هنا وقرر المشرع عدم التعويض عنه. بس في استثناءات. خلي بالك. في هنا استثناء، في خمس حالات فيهم استثناء. ايه هو؟ المشرع الفرنسي استثنى في الماده 140 من الوقت الجنائيه الحق في التعويض بسبب الحبس الاحتياطي، حق في التعويض هم الخمس نقط دي. تأسيس الأمر بألا وجه أو الإفراج عن المتهم أو البراءة. العدم مسؤولية المتهم طبقا للمادة 22 عقد عقوبات فرنسا. اللي هي بتتعلق بإيه؟ بوجود اضطراب نفسي أو عصبي لدى المتهم. طب ماشي؟ وده بيأدي إيه؟ فقدان إدراكه، فقدان السيطرة، يبقى ده من حقه ياخد إيه؟ حبس احتياطي، لأن عنده فقدان سيطرة، فقدان إيه؟ الحاجات دي كلها، فقدان إدراكه. طب اذا كان صدر عفو شامل عن متهم بعد حبسه في عفو شامل، كل دي استثناءات بياخد منها ايه؟ بياخد تعويض. تقدم الدعوه الجنائيه بعد الفجعه عن متهم، تقدم الدعوه الجنائيه برضه بياخد ايه؟ تعويض. المتهم محبوس على ذمه قضيه اخرى، على قضيه معينه، محبوس على ذمه قضيه معينه ثانيه. طب هقول لك حاجه هنا، لو المتهم جه وقال لك انا عاوز ايه؟ اخش الحبس كده، اتحبس بمزاجه، هل ده يبقى له تعويض؟ ازاي؟ يبقى ده ملوش تعويض. ليه؟ لان هو عاوز يخش يقعد. هل هو عامل مصيبه بره، عامل بلوه بره، عامل كذا كذا، يقول لك انا محبوس احتياطي؟ لا. ليه؟ هو غير محبوس احتياطي مش هياخد تعويض. يعني هو متهم. ماشي؟ عشان هو عشان يعمل اي حاجه ما ينفعش. اه بقول لك انا بنقطه بالخمسه، بقول لك اذا كان المتهم قد خضع للحبس الاحتياطي رغبه منه فان يصبح متهم، شوف، او اصبح متهم بقصد تمكين مرتكب الفعل اللي هو الاصلي من اللي فاتنا دعوه بالنيابه. طب ايه الجهات المختصه بتعود على الراس؟ في جهات مختصه طبعا، وليه؟ لازم يكون في هنا
في دوائر وفي جهات مختصه في الحبس الانفرادي. ما قالكش هنا جميع المحاكم او جميع كل حاجه في الدوله هنا كل ده موجود ليه؟ عشان يختص ان يدفع عليها فلوس عشان الحبس المؤقت. لا مش ممكن. يبقى التعويض هنا مش جميع المحاكم اتعوض. وعامل التعويض هنا على درجتين. الرئيس الاول لمحكمه السجن اللي هو صدر في دائرته دائره تحته هو بل لو وجد او امر بالافراج او حكم البراء. باول حاجه هنا طلب التعويض اللي بيفصل فيه مين؟ الرئيس الاول لمحكمه السجن اللي هو حدث عنده ايه؟ الموضوع بتاع البراءه او اخلاء السبيل او الامر بل وجه الامر بالافراج الكلام ده كله. طب ماشي. وفي نفس الوقت المضرور له من حق المضرور الطعن بقرار الرئيس الاول. شوف الرئيس الاول محكمه ليه؟ اللي هو بيستاهل داون بس هنا لا من حق اللي هو الراجل المضرور اللي هو الطعن بقرار ايه؟ يطعن بقرار الرئيس امام لجنه قوميه لتعويض المحبسين تشكل محكمه ايه؟ اللجنه القوميه مش اللجنه القوميه دي بتتشكل ازاي؟ قال لك لجنه جنائيه. اللجنه دي برئاسه الرئيس الاول لمحكمه الرئيس الاول لمحكمه المحكمه او من يمثله وقاضيين من المحكمه من درجه رئيس دايره او مستشار منتدب يعينه سنويا مكتب ايه؟ محكمه المحكمه. بالاضافه ايه؟ قاضيين مسكونين فيه ثلاث قضاه احتياطي يتعين ثلاث قضاه احتياطي بنفس الشروط القاضيين اللي هم اتعينوا الاول. ماشي. اللجنه المشتكله تنظر التعويضات تنظر هنا قصه مكونه المستشارين لدى محكمه المحكمه. المشرع الفرنسي قال لك ايه؟ قال لك عن النيابه العامه. النيابه العامه لدى محكمه النقد هي اللي بتقوم بمهمه النيابه العامه اللي هي بقى المدنيه، المسائل المدنيه. ليه ما قالش اجيب واحد من النيابه العامه الخارجيه؟ لا انا شغال مع النيابه العامه في محكمه النقد. هي في محكمه النقد كان عليها من شويه. هي في محكمه النقد. طيب لجنه التعويضات عندها حبس اللي هي ايه؟ اللي هي بتايه؟ من قضاة محكمة هي ضمانة أساسية لحماية المضرورين من الحبس المؤقت اللي هو التعسفي. المضرورين هم إيه؟ اللي هو بيرفع الطعن أدام اللجنة المختصة دي خلال كام؟ خلال إيه؟ لازم يرفع الطعن خلال 10 أيام. ما يستناش خلال 10 أيام من الحكم اللي أنت مضرور من الحكم دون بتروح رافع إيه؟ الطعن بصدور القرار. كويس؟ عشان تقبل عشان هنا يقبل دعوى التعويض يكون القرار او الحكم دون نهائي. عايز قوه الشيء المقدم عشان تتقدم خلال 10 ايام طعن بالتعويض بين المحكمه الاستئناف قدام محكمه النقض مثلا قرار ليه؟ عشان تعمل ده لازم يكون الحكم عايز قوه الشيء المقدم. دي حاجه. طب الشرط اللي ايه عشان ترفع التعويض ده؟ عريضة الدعوة من الموقع من المدعي اللي هو انت لازم تكون ماضي على عريضة الدعوة. كويس اللي هو ايه؟ انت خدت براءة امضي له عريضة الدعوة اللي انت هتقدمها لك. وإذا توفيت مثلا الورثة بتوعك. ماشي دي كده. المرافعات بتكون أمام اللجنة شفوية بالكلام. أنت إيه؟ قاعد بتتكلم بتترافع قدام اللجنة اللي أنت عامل قصادها اللي هو الطعن بتترافع مرافعات شفوية. ماشي. هنا اللجنه دي ممكن تقوم ايه؟ اجراء تحقيقات. اجراء في التحقيقات. طب ماشي. اللجنه دي بتفصل في الموضوع فين؟ في غرفه المشوره. غرفه المشوره دعوه التعويض بالقبول او الرفض. يبقى اللجنه في غرفه المشوره يا اما قبول او رفض. الطعن بتاعك هنا يا اما يتقبل يا اما يترفض. ماشي. يبقى هنا القرار في هذا الشان نهائيا غير قابل للطعن ايام ايه؟ وقرارها النهائي بقى هنا اللجنه دي ادى قرار نهائي. هذا القرار لم يطعن عليه نهائيا من اي محكمه في بقى غير قابل للطعن. اي جهه تطعنش خلاص اي جهه ما تقدرش تطعن بهذا القرار. ماشي. يبقى الاصدر القاضي اللي هو عضو النيابه اللي اصدر القرار دون حبس الكلام دون هنا بتبنى على مبدا مساواه المواطنين امام الاعباء العامه. هي مسؤوليه بمعنى اصح تقوم على اساس المخاطر وتحمل التبعيه وليس على اساس الخطر. مسؤوليه ليس على اساس الخطر. والف شكر للرجاله وشاكرين جدا. شكرا يا دكتور عبد.
شكرا دكتور محمد. وكده يبقى احنا خلصنا اللقاء السابع واتكلمنا عن مسؤولية الدولة عن أضرار الحبس الاحتياطي، ونشوفكم لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.